بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا بمشاهدينا الكرام في كتابنا، كتاب قلوب عامرة، وإن شاء الله نصحح النهاردة سورة الإنسان، فنستحضر المصاحف ونبدأ على بركة الله. يلا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا كفورا. كفورا. كف فتحة. ك. بقي مفتوح يمين وشمال. ك. كفورا. كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا لطيف. يلا يا لانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين، في عندي إخفاء يا لانا. الإنسان من أحكام النون برضو الساكنة عندك والتنوين اهي، النون اهي، ولازم هيبقى عندي حرف اللي وراه حرف من حروف الإخفاء، يبقى الإنسان مش الإن، أو ما عاملها غنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم، حين من الدهر، حين من الدهر لم يكن شيئا؟ لا أنا مع، مش هقف على الميم. لم يكن شيئا. لم يكن شيئا مذكورا. بص يا لانا، لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. شيئا مذكورا. شيئا مذكورا. ليه؟ لأن أنا عندي هنا إدغام. شيئا مذكورا. جميل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. برضو أنا عندي هنا فيه إدغام. من نطفة، من نطفة، من نطفة، في قلقلة، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا بعملها سميعا ولا بعملها سميعا. سميعا سميعا. بصوا عليا، في إقلاب عندي ويبقى في فرجة في الفم صغيرة، لا بعمل، لا بقفل الشفتين ولا بفتحهم على الآخر، فرجة بسيطة.
سميعا سميعا بصيرا سميعا بصيرا. هي عايزة تدريب برضو تاني يا لان. يلا يا كتكوتة يا مريم. إنا هديناه السبيل إما شاقرا وإما كفورا. مش كا، واحد اسمه كمال بنقوله يا كمال ولا بنقوله يا كمال؟ عشان كاف فتحة ايه؟ كا. فبفتح اسمها حتى الفتح، لاني بفتح الفم يمين وشمال، فبيبقى اسمه ايه؟ كافورة ولا كافورة؟ كافورة. يلا تاني يا مريم. إنا هديناه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. 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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. وأغ الغين ما تخلينيش أنطق الهمزة. أغ أغلا. يبقى عندي أ ولا أ؟ أغلا. أغلا. قولي بس الكلمة دي. أغلا. لا بتقولي أ. هي أ. افتحي بقك كويس. أيوة كده كمان. افتحي بقك كويس. لا افتحي بقك كويس. أغلا. أغلا. أيوة. يلا يا أنس. هل أتى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عجبتني أسلوبك لأنك ده استفهام تقريري، يعني إحنا قبل ما ربنا يخلقنا كنا إيه؟ عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فده سؤال ربنا بيذكرنا بنعمه علينا إن إحنا كنا عدم، وهو أوجدنا وخلقنا سبحانه وتعالى، خلقنا من عدم ومن علينا بنعمة السمع ونعمة البصر اللي هم أدوات المعرفة اللي الإنسان بيستقي بيهم المعرفة. أنت بتقرأ بعينيك، بتسمع بودانك، دي بتفهم بالعقل، كل ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. فإحساسي وأنا بقول السؤال ده عجبني منك قوي، برافو عليك. يلا يا آدم. إنا خلقنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. غن يا شيخ آدم. من نطفة أمشاجا. يا راجل. أم من هقف؟ لو هتقف هتقف على ساكن، وبعدين هي مش منصوبة دي مكسورة، يبقى هقول إيه لو هقف؟ من نطفة أمشاج. لو هقف هوصلها الجيم عندي مكسورة ولا الجيم مفتوحة؟ ده تنوين مكسور. وراك نون. خلي بالك بقى، أنا عايزة بس أقول لك على حاجة. احنا في ادغام من نطفة امشاج، فلازم تن دي تبان. ليه؟ لاني عندي همزة، فالنون هنا بتبان، نون المكسورة نطفة تن تبان قوي، والتن دي اسمع صوتها. ليه؟ لان من احكام النون الساكنة والتنوين ما يجي وراها حرف من حروف الحلقية، يبقى ده اظهرها، اظهر النون وتبان يا ادم. إنا خلقنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. نطفة أم. نطفة أمشاج. أمشاج نبتليه. أمشاج نبتليه. أمشاج لا أوصل. أمشاج نبتليه فجعلناه. أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جميل. يلا يا سادن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. 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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا. يا سلام يا سلام. سلاسل وأغلالا وسعيرا. أحسنت، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين.